بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه لو معاك شهادة إعدادية، ولو معاكي شهادة الإعدادية ومحتار ومحتارة تخش إيه بعد الإعدادية، أو كمان لو معاك دبلوم ينفع تخش المعهد ده، معهد معاون الأمن والتمريض العسكري، جميل جدا وبيوظف على طول. طبعا لازم يكون السن اقل من 19 سنة لحد 25 سنة عشان بتوع الدبلوم، اكتر من كده لا. برضو لو شهادة ثانوية علمي علوم، بس ثانوية عامة مش ثانوية ازهرية، علم علوم ومجموعك 60% والانجليزي بتاعك 70%، يبقى تقدر تقدم وتقدمي على معهد فني صحي تمريض عسكري تبع الجيش، وجميل جدا ومستقبله مضمون. لو معاك شهادة الثانوية علم علوم مجموعك 60 وانجليزي 65، بتقدم معهد فني شرطي تبع الشرطة برضو، بس مش الجيش بقى، تبع الشرطة، ومعهد مستقبله مضمون. كل ده تقدر تخش بيه المعهد اللي احنا بنقول عليه هو معهد معاون الشرطة. طبعا علشان نكون عارفين شروط التقديم في المعهد، ليه شروط صعبة شوية وبتتعب جدا في انك انت بتجمعها وبتجمع اوراق وتمضيها من مكان معين، وعلشان نكون صراحة بتعوز رشاوي، وممكن بقى لو انت ضامن انك تخش او عايز تخش بتحتاج انك تبقى من ابناء العاملين او تدفع مبلغ علشان يضموك فوق 100,000 علشان يضموك تبع ابناء العاملين، او لو هم محتاجين يبقى انت مش تحتاج الحاجات دي كلها وربنا ايه كاتبها لك. بالتوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.